في كثير من الأحيان نقوم بالتقاط صورة أو تصوير فيديو، فنلاحظ أن جودة التصوير ضعيفة. لهذا في هذا الفيديو سوف نتعرف على طريقة أو كيفية رفع جودة الصورة أو الفيديو باستعمال هذا التطبيق. هذا هو رمز التطبيق، وهو تطبيق سهل وبسيط، يمنحنا مجموعة من الامتيازات، بالإضافة إلى أن معظم الخدمات التي يقدمها التطبيق فهي مجانا. نقوم بتحميل التطبيق من البلاي ستور. إذا نذهب إلى البلاي ستور، في مربع البحث نكتب اسم التطبيق. هذا هو اسم التطبيق. نضغط على المربع الأخضر لتحميل البرنامج على الهاتف، ثم ننتظر حتى تتم عملية التحميل. نضغط على المربع الأخضر لفتح البرنامج. إذن هذه علامة البرنامج. نضغط على المربع الأحمر للدخول إلى البرنامج. تظهر لنا هنا مجموعة من الأدوات والتي يمكننا استعمالها في عملية المونتاج، لكن ما يهمنا في هذا الفيديو هي الأدوات التي يمكن استعمالها في تحسين جودة الصورة، وكذلك الأدوات التي يمكن استعمالها في تحسين جودة الفيديو. للرفع من جودة الصورة نضغط على هذه الأيقونة HD، عند الضغط عليها تحولنا إلى الصور الموجودة لدينا على الهاتف. إذا سوف أقوم بالضغط على الصورة التي أريد العمل عليها. هنا بدأ التطبيق في معالجة الصورة. لدينا هنا هذا المربع بالأحمر، يعني أن الصورة أصبحت من نوع HD. لمقارنة الصورة قبل وبعد التعديل عليها نضغط هنا. نلاحظ هنا وجود سهم صغير. إذا قمنا بتحريكه نحو اليمين يعطينا الصورة قبل التعديل عليها، وإذا قمنا بتحريكه نحو اليسار يعطينا الصورة بعد التعديل عليها. بعد الانتهاء نضغط على حفظ. هنا لدينا مواقع التواصل الاجتماعي إذا أردنا نشر الصورة مباشرة، أو بالضغط على ثلاث نقاط هنا لحفظ الصورة في أي مكان معين على الهاتف. كما تلاحظون ظهرت لنا هنا مجموعة من الاختيارات، فمثلا بالنسبة لي سوف أختار هنا ملف الصور. بعد ذلك أضغط على تحميل وننتظر حتى تتم عملية التحميل. والآن نذهب إلى معرفة كيفية تحسين جودة الفيديو. نعود إلى واجهة البرنامج ونضغط على هذه الأداة. بالضغط عليها ندخل على الفيديوهات الموجودة لدينا على الهاتف. نقوم بالضغط على الفيديو الذي نريد معالجته، ثم نضغط على هذه الأيقونة. نقوم بالضغط على هذا الشريط مرتين. تظهر لنا هذه النافذة. نضغط على المربع الأحمر. نلاحظ أن إطار الفيديو أصبح باللون الأزرق، وفي الأسفل ظهرت لدينا مجموعة جديدة من الأدوات. نقوم بالضغط على هذه الأداة.
هنا في الآلة يظهر لدينا شريط دائري. نلاحظ أن الشريط الدائري أصبح يأخذ اللون الأزرق، هذا يعني أن الفيديو في طور المعالجة. ننتظر حتى يأخذ الشريط بالكامل اللون الأزرق، فالعملية تأخذ بعض الوقت وخاصة إذا كان الفيديو طويل. بعد الانتهاء من عملية المعالجة تظهر لنا هنا علامة الحفظ، نضغط عليها وبنفس الطريقة التي قمنا بها لحفظ الصورة نقوم بحفظ الفيديو.